الأذهان ويقول السؤال، يقول الله تعالى ضمن هذه الآية الكريمة قوله تعالى أن يشهد، أن يشهد. أعزائي المشاهدين، انظر عزيزي المشاهد إلى كلمة يشهد، حرف الشين يخرج من الإجابة مفتوحة عزيزي المشاهد. طبعا فضيلة الشيخ خالد في الحلقة الأخيرة، ما كنا بنراجع في حلقة المراجعة يوم الأربعاء، شرح لنا مخرجا جديدا، هذا كان من ضمن حروف هذا المخرج هو حرف الشين. أتذكره عزيزي المشاهد؟ يعني طبعا احنا شايفين في يمين الشاشة يعني الإجابات كلها صحيحة إلا إجابة واحدة. هنروح لفضيلة الشيخ خالد ونقول له مرة تانية شيخنا يا ريت نذكر يعني المخرج اللي بيخرج منه حرف الشين. نعم، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مخرج الشين كما نص عليه الإمام ابن الجزري في مقدمته أو مقدمته إذ قال: والوسط أي وسط اللسان، فجيم الشين يا. إذن بعد أن انتهينا من القسم الأول من اللسان وهو أقصاه، ابتدأنا في القسم الثاني من اللسان وهو وسطه، ومن هذا الوسط تخرج حروف ثلاثة ألا وهي كما نص عليها ترتيبا الإمام، ونسير مع نظمه وكلامه فهو المعتمد، وإن كان هناك كلام آخر ولكن حتى لا يشوش على المبتدئ بالكلام، كما ذكرنا آنفا الجيم الشين الياء. والياء هي الياء المتحركة بفتح أو بكسر أو بضم أو كانت ساكنة وقبلها فتح. لكن أن تعرف المخرج وحده لا يكفي، بل لا بد من تدريب، ولا بد أن تنتبه إلى شيء هام، أنك مع الهمز والهاء وحروف المد لم أسمع للسان اتصال وحركة. يبدأ تعامل هذه الحروف مع اللسان تأثيرا وتأثرا من الغين والخاء. أغ أخ أقصى اللسان يرتفع، أق ها قد بدأنا مع اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى.